عليكم، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في اشهر مدينه من مدن كندا، تورونتو. اليوم ان شاء الله باش نكتشفوا مع بعضنا المدينه هذه، اهم البلايص اللي تنجموا تزوروهم. وميم تو بحكم انا المره اللي فاتت عملت لكم فيديوهات توريستيك، قلت اي بلاصه نمشي لها نحط لكم اللوكاليزاسيون في الديسكريبسيون، باش اذا كان انت نهار خممت باش تجي تزور البلاصه هذيك تحط اللوكاليزاسيون في المابس وتمشي ديريكت للبلاصه اللي انا زرتها. حاسيل وما نطولش عليكم برشا، يلا نكتشفوا الفيل مع بعضنا ونشوفوا شنو هي اهم البلايص اللي لازم تزوروها. باش نعطيكم البلاصه اللي حطيت فيها الكهرباء كابوان دريبير اللي هي ورايا، هذاك الباركينج اللي حطيت فيه انا الكهرباء. علاش؟ على خاطر هو قريب الوسط البلاد، دو فاسون اذا كان باش تحط كهربتك غاديكا من 6 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه تخلص 15 دولار. كيما زاد فما باركينج واحد اخر ورايا، شوا لكم انتم، انا نخليكم اللوكاليزاسيون في الديسكريبسيون. كيما تشوفوا اخزروا قداش هو قريب الوسط البلاد والبلايص اللي نحنا باش نزوروهم بعد ما خرجنا من الباركينج اللي كنت نوري فيكم فيه ورايا، تجيو لهنا وبعديك باش نطلعوا لفوق نكتشفوا البلايص اللي باش نمشيو لهم. يعني انا جوست نوري فيكم البوان دو ريبير انه الباركينج غاديك، جوست البلايص اللي باش نكتشفوهم يجيو لهنا. بعد ما نطلعوا من البلاصه اللي كنا فيها نجيو نلقاو رواحنا في الطريق هذايا، كم تشوفوا العباد تصور وكلها عامله الجو نتاعها. المفيد فما ستاتيو هذايا اللي ورايا عاملينه في تيران كبير نتاع بيسبول، ديجا البارح هما لعبوا ماتش والدنيا كلها مسكره، حاسيل وحاكم ودنيا اجواء عالميه. هذه عباره على قنطره لهنا، فما تران يتعدى ومن جهه الاخرى فما سيانتور. سيانتور تنجم تطلع له بالاسانسور، انا نخير ونشوف انه تطلعوا له في الليل طياره على الاخر، تنجموا تشوفوا ناتحات السحاب وتشوفوا الدنيا قداش مزيانه. كيما تنجموا تطلعوا له في النهار ما فما حتى مشكل. بالنسبه للتعريف اذا كان انت تحب تطلع 49 دولار على الشخص، جست تقدم شويه تلقى روحك قدام الباب نتاع سيانتور والاكواريوم اللي باش نحكيوا عليها من بعد. بعد ما تدخلوا من الباب اللي حكيت لكم عليه تاخذوا الاسانسور وتهبطوا لوتا، تلقاو رواحكم في ساحه كيما هكا. اذا كان باش تدخلوا للسيانتور تلقاو صف كيما هكا، يغزروا صف ما شاء الله. اذا كان باش تدخلوا الاكواريوم اللي هي مغاديكا ما تلقاو صف كبير. نحب نقول لكم اليوم راهو نهار ثلاثة يعني اول جمعه، ونزيد نذكركم انه كل شخص باش يخلص 49 دولار جوست باش يطلع ويتفرج في المدينه. جينا توا الاكواريوم كيما قاعدين تشوفوا ورايا، يعني هي من اهم البلايص اللي خلتني انا نجي لهنا ونصور. بالحق يعني اهم برشا من اني نطلع في السيانتور اللي باش نخلص فيه 49 دولار، بينما لهنا باش تخلص 50 دولار نزيد 1 دولار وندخل لهنا. دو فاسون انا نكتشف برشا حاجات من الحياه البحريه، وميم تو يعني نعدي نهار كامل بريسك على خاطر هي تسكر ال 11 نتاع الليل. المفيد هذه وجهه النظر نتاعي انا، نحاول نعطيكم لقطات من داخل. من اول ما ندخلوا للاكواريوم نبداو باحواض صغيره من صاله الاستقبال، الحاجه هذه تخليك تاخذ فكره شنو هي تنجم تلقى لداخل. الحاجه الباهيه اللي عجبتني انه كي تزور بلاصه كيما هذه تكون كابابل باش تشوف انواع نادره برشا ما شفناها كان في التلفزه، ويقولوا انه فما ما يقارب 20,000 حيوان بحري في الاكواريوم هذه. وفي اشهر واكبر حوض في الاكواريوم هذه عاملين حزام ناقل، دو فاسون انتي جوست تقف فوق الحزام هذايا وهو يخرجك لاخر نفق. بالنسبه للحوض هذا يعني تنجموا تعملوا فيه برشا تصاور، انا ديجا عملت فيه برشا تصاور فيه القرش، يعني وقت اللي تواجه القرش فاس فاس حاجه مزيانه على الاخر. وما نساو الزاده بعد ما تكمل انت ما تخرج من النفق هذايا تلقى بلاصه مخصصينها للصغار وين يلعبوا وين ياخذوا تصاور، على خاطر بالنسبه لهم هما اهم حاجه انه الصغار تبقى عندهم ذكريات جميله على البلاصه هذه. من بعد ما تكملوا من الاكواريوم كما قاعدين تشوفوا ورايا جوست تعداو الطريق هذاك تلقاو رواحكم في البلاصة هذه كما قاعدين تشوفوا ورايا، حاطين ترانات قديمة، يعني بلاصة محلاة على الآخر وساحة أوفير. علاش؟ أخزروا فما الترانات هذوكم الكل قدم، وفما ناتحات السحاب هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيها، تنجموا تجيو تتصوروا، تجيو تعملوا تصويرة لهنا دو فاسون مع التران القديم وراكم ناتحات السحاب هذوكم. ومن الجهة الأخرى السيانتو، عاودت رجعت بكم للطريق الرئيسي منين خذيت بكري الباركينج ومنين طلعنا للسيانتور. علاش؟ على خاطر هذايا طريق مهم برشا، وانا جوست نوري فيكم التحركات باش تكونوا فاهمين وقت اللي تجيو منين تمشيو منين تلقاو لوندروا هذايا لوندروا هذايا. وكيما قلت لكم باش نحط لكم اي بلاصه نمشي لها اللوكاليزاسيون نتاعها باش انتم ما تضيعوش البلايص اللي اذا كان عجبتكم في الفيديو تمشيو. شفتوا الكهرباء اللي ورايا؟ حاجة من الحاجات اللي لقيتها موجودة بكثرة لهنا، يعني كيما نتفرجوا في الأفلام الأمريكية تلقاهم فما كراب كيما هكا على الطريق يبيعوا الهوت دوغ، يعني بارتو منين الدور تلقاهم. الحاجة هذه لاحظتها بكثرة، بينما في البارتين تاع كيبيك ومونريال ما ريتهمش يعني بالفاسون هذه. كي نكملوا في طويل من الشارع اللي قلت لكم عليه نجيو نلقاو رواحنا قدام البنية هذه واللي هي
اوتيل تحفون وطياره على الاخر الرونق نتاعو، سيرتو كي تجي لهنا تعمل تصاور وميم تو مقابله بالضبط. فما ستاسيون هذيا مخدومه بنفس السيستم اللي مخدوم به هو، شوفوا الحمام بارتو تنجموا تعملوا تصاور حلوين لهنا وراكم المباني هذه الكبيره. هذايا حاجه من الحاجات اللي تنجموا تلقاوها في الشارع هذا. بعد ما جبنا على اليسار في الطريق اللي قلت لكم عليه، كي نكملوا في الاخر نلقاو رواحنا قدام المبنى هذا اللي تشوف فيه ورايا، والساحه المعروفه بجنبه وين تلقاو غاديكا الستاتو نتاع تورونتو اللي تنجموا تصوروا بحذاه. جينا توا الاشهر ساحه العباد تجي تعمل فيها تصاور. بالنسبه للبلاصه هذه في الشتاء راهو تنجموا تعملوا ديز اكتيفيتي وحدات اخرين، وميم طون تنجم تطلع في الدروج اذا كانت تحب تاخذ في وحده اخرى، تنجم تطلع لهنا في الدروج وتخزر للدنيا يعني من كوتي اعلى، وتنجم تعمل حتى تصاور، تنجم تعمل فيديوهات ديريل يعني هاو بحذايا ديجا شكون جايب الماتريال نتاعو باش يطلع يصور. كيما قاعدين تشوفوا كي تطلع من الدروج هذايا تجي لهنا، اول حاجه المبنى اللي وريته لكم بكري اوضح، نجم تعمل قدامه تصاور تحفونين. كيما تنجم تشوف لهنا يعني الساحه هذيا بكيفيه اوضح. دو فاسون اذا كان انت مغروم بالانستغرام تصور اي حاجه تنجم تخلي سوفونير حلوه برشا لهنا. شوفوا المنظر من فوق، ما تصورش اذا كان انت باش تصور من اللوطه باش تكون يعني الرؤيه كيف كيف. على هذاك انا حبيت نطلع لهنا باش نوريكم. بعد ما كملنا من الساحه اللي فيها ستاتيو نتاع تورونتو، جوست تخرج من غاديكا اول في تجي من هنا تلقى جرون سيرفاس باش ندخل نصوره لكم، ومن بعديك باش نمشيو لساحه اشهر يعني تنجموا انتوما تربطوا حدث يعني مكان بمكان. تخرجوا من غادي تدخلوا الجرون سيرفاس باش نصوره لكم توا شنو تنجموا تلقاوه لداخل، ومن بعديك نخرجوا في بلاصه اخرى يلزم تزوروها لهناك يجيوا لتورونتو. بعد ما تكمل من الجرون سيرفاس هذايا تجي تلقى روحك في الساحه هذه كما قاعدين تشوفوا، تحس روحك عباره في امريكا. اما هذه امريكا واحده اخرى، هذايا البيوس يعملوا به فيزيت للفيل كما مثلا في مونريال ولا في كيبيك يعملوا دوره توريستيك، وبالنسبه للجهه الاخرى تنصور لكم يجيوا يعملوا دي فيستيفال. المفيد بعد ما تخرجوا من هنا تلقاو رواحكم في الساحة هذه، وبعديك باش نهزكم لبلايص أخرين القدام. وكي تكون ديجا مازلت في نفس الساحة تنجم تزور حاجة أخرى اللي هي ورايا توا هذيك اسمها ليتل كندا. ليتل كندا هما مجسدين كندا الكل في مجسم صغير، يعني دو فاسون انت تنجم تتفرج في كيبيك، تتفرج في تورونتو، تتفرج في لابي تي بي، تتفرج في المعالم اللي تنجم تلقاها موجوده في كندا الكل. بالنسبه للدخله 36 دولار للشخص لادولت. ناروتو ناروتو تاتي مايو تاتي مايو جست انت وقت اللي تلقى ستاتيو هذاك تبع العباد هذوما وتهبط لوطا باش نهزكم البلاصه نوريكم كيفاش تنجموا تشوفوا سيان تور بفاسون وبفيو وحده اخرى. بعد ما تمشي من الطريق هذاك حكايه 500 متر وتجي تلقى روحك لهنا، تنجم تاخذ حاجات تخليهم تذكاريه، كما تنجم تمشي تعمل تاكسي ووتر. هذايا دو فاسون عباره تاكسي دور بيك في وسط الماء، البريات يعني مختلفه حسب انت الدوره اللي باش تدورها. حسيلو نزيد ندخل بكم شويه ونوريكم شنو هي المنظر وشنو هي الحاجات اللي تنجموا تشوفوهم ابار التاكسي. كما تشوفوا رايا فما برشا ناس قاعده تركب وتمشي تعمل دوره. ديجا البلاصه هذه عباره كورنيش برشا عباد قاعده تدور، ومن هنا نجم تمشي وتلقى ديروستو وتلقى منظر واحد اخر طياره على الاخر. سيرتو البارح في الليل يعني المنظر نتاع هذيك السيان تور منظر طياره على الاخر. من هنا احنا توا كنا في الدوره من غاديكا وين فما التاكسي، جبنا في التويل وجينا من الطريق هذا وين فما ليروستو كما قلت لكم. فما لهنا وين يهزوا العباد زاده يعملوا بهم دوره في البحر، هاكم تشوفوهم قابلكم ديجا. ومن هنا شوفوا الكونتيتي نتاع العباد، ومن جهه الاخرى فما سيانتو تنجم من هنا تجي تعمل تصاور حلوين على طول الكورنيش هذايا، تنجم تلقى ديكوان وتاخذ فيهم دي في وحدات اخرين مختلفين. انا البارح في الليل
يعني في البلاصه هذه خذيت تصاور جاوا حلوين. وما انه مازال عندي وقت وديما نسمع عزوم تاع تورونتو، قلت علاش ليه ما نمشيش نصورها وندخلها في الفيديو هذه، بما انه انا صورت حاجه بحريه نولي نصور حاجه بريه. المفيد اقعدوا اتفرجوا باش نوريكم شنو موجود لهنا. وانا بطبيعتي اول مره ندخل يعني الزو لهنا في كندا، قلت حب ناخذ فكره كيفاش هما يتعاملوا مع الحيوانات، على خاطر ديما نتفرجوا في التلفزه يعني انهم هما يقدروا الحيوان. حبيت ناخو الفرق بينهم وبين عنا غادي في البلاد. اول مخثينا اللي تيكام تاعنا عطاونا خريطه باش نتبعوا بها ونكونوا متاكدين ان زرنا الحديقه الكل. وبصراحه الحديقه كبيره برشا وفيها حيوانات مختلفه، وفروا لبعضها مساحات كبيره والبعض الاخر. يعني كنت متفاجئ، عباره يعني ما نحبش نقول في البلاد، اما ما تصورتش انه كندا باش تكون فيها المعامله لبعض الحيوانات بالكيفيه هذه. والحاجه الاخرى اللي ديجا تنجم تلاحظها في الخريطه انهم مقسمين الحيوانات حسب القارة متاعهم، عاملين كل قارة حاطين فيها الحيوانات متاعها وعاملين ديكور حسب كل قارة. بار اكزامبل لافريك عاملين لها بارتي وحدها، اسيا بارتي وحدها، استراليا بارتي وحدها. وكما قلت لكم راي الحديقة كبيرة برشا برشا برشا، وكان عندك برشا ما عملتش سبور هذه فرصة كبيرة باش تعمل سبور، على خاطر باش تمشي برشا. سينو كان تحب تخلص ينجموا يعملوا بيك دورة عندهم هما، كما نقولوا فيها كما ترى تركب فيه ويعملوا بيك دورة. في العموم بعد ما زرت الحديقة هذه ما ريتش حاجة سبيسيال ولا حاجة جلبت انتباهي. اما انتوما اذا كان عندكم صغار من 3 سنين فما فوق، فرصة به انكم تجيبوهم وتعديوا معاهم نهار كامل، يعني فريمون تعديوا نهار كامل. والحاجة به انه فما بعض الحيوانات نجموا تشوفوهم عن قرب، يعني ورا البولار. يعني بالنسبة للصغار باش تكون تجربة جامية ينساوها. نتصور نحب نقول لكم انه الفيديو هذي انا ما كنتش باش نصورها، ليش؟ على خاطر جيت حبيت نحوس ونعمل اكسبيريونس لروحي انا ونخليها لروحي انا دو فاسون. لقيت يعني حاجه مختلفه جمله واحده وعجبتني برشا، خممت فيكم قلت علاش انا ما نعملش فيديو. يعني قررت في اخر لحظه انه انا نعمل فيديو ونوريكم البلايس. يعني النهار نتاع اليوم زدت زياده ما كنتش باش نزيدو، البارح يعني خلطت مخر دو فاسون درت البلايس هذوكم سي بون، وقلت نمشي يعني باش نتعدى في رحله واحده اخرى ان شاء الله لنياغارا. فهمت؟ يمكن احتمال كبير نصوركم فيديو غاديكا، يستاهل نتصور نياغارا اني نصوركم فيديو. المفيد كي انا لقيت بلايص حلوه قلت علاش لا احمد ما تعمل لهمش فيديو، تخلي العباد تكتشف وتعرف كيفاش هي تورونتو وشنية اونتاريو وشنية الحكايات هذوما الكل. المفيد صورت لكم الفيديو هذايا على امل انها تعجبكم. ما نجم نعرف الا ما تخليوا لي الشيء هذايا في لي كومونتير. اذا كان خلطتوا للحظه هذايا اكتبوا لي تورونتو 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 في الكومنتير باش نعرف الناس وصلت للفيديو الوقت هذايا بالحق. يعني نعرف قداش ناس تكمل الفيديو للاخر. حاسيلو توا ما بقى لي كان نقول لكم السلام عليكم، تقابلوا فيديو جديد. باي باي.